فيها ولا مدجية اللي احنا عندنا كاين الناس اللي ما مخلصينش 3 سنين 4 سنين، كيف يعقل ان شخص مدعية اعاقه؟ المطالب ديالنا كنطالبوا باسترجاع المأذونيه، داش طبنا راه سنين وحنا كنطلبوا مطالب ديالنا مع الولايه، السماسيره واكلينا، اللوبيات واكلينا، وحنا المأذونيات ديالنا خصنا نرجعوا المأذونيات ديالنا، ما بقينا باغيين حتى حاجه، حاليا هما اللي خدامين وعايشين، حنا راه غير مسميين مالين المأذونيه، ما كيحضرونا حتى شي جلسه، حتى شي ندوة، كيحضروا النقابات والسماسيره واللوبيات، حنا لا علاقه لينا، المأذونيه ديالنا واني غمس في الوراق، خصنا ضروري يديروا معنا شي حل، ولا يرجعوا لنا الكريمات ديالنا، ما عندنا ما نديروا. ما كاين تنازل لا والو، راه في عقدنا مداجي مكتوبه ناضيه، واني هما كيستغلوها، الطرف الاول هو مول المأذونيه، الطرف الثاني مستغلها كيقول لك جري طوالك انت هو هذا اللي عطاها لك. حنا ما دايرين حتى حاجه، دايرين عقد يسالي المده ديالو، نرجعوا الكرايم ديالنا اوتوماتيكمون. 6 سنين دابا حاليا السير كيتماطل عليا، هما كيقول لك في واحد البون الا تماطل عليك 3 شهور كتفسخ العقد اوتوماتيكمون، كترجع لك المأذونيه ديالك، ما تفسخ ما والو، خدام السيد. حنا دايرين اخر الشهر كيتخلص المأذونيه، كيخلص 26 20 24 16 18 ما عندوش الاخر الشهر نهائيا. واصلا هاد مول الطاكسي اللي خدام معانا بلوكيني، واش عمرك شي واحد دير كونترا مع شي واحد ويبلوكيه؟ ما كايناش كاع في العالم بلوكيني، ما كيهضرش معايا، علاش ما نعرف، وبا كان قال لي جري طوالك انت وهذاك اللي عطاها لك، ما كانش عندي باش نوصل معاه لذاك الشيء. درنا قبل ما عقد بالعقد النموذجي درنا عقد عرفي، كنت داعي 9 سنين وربحت القضيه وكل شيء، واني التنفيذ ما كاينش، التنفيذ ما كاينش، ما كاينش تنفيذ، التنفيذ كيقول لك غير في الاوراق، ما غاديش الولايه ونفذوا لهم. صحيح. السبب ديال اختي ديال هذه الوقفه هو هاد الناس هادو ما بغاوش ينصفونا، دابا كاين عندنا الناس اللي حكمت لهم لصالحهم باش خصهم ينفذوا، المحكمه حكمت، هنا المشكل في التنفيذ، هاد الناس كيتماطلوا، كيف علاش واش امر تتحكم المحكمه باسم صاحب الجلاله؟ يعني راه ما كاينش شي مكان اكثر من صاحب الجلاله، كتحكم تيقول لك باسم صاحب الجلاله نحكم بما يلي، ياك؟ وهاد الناس هادو ما تينفذوش باسم صاحب الجلاله، حكمت لي المحكمه عطيني حقي، سالت الكونترا، انا التزمت بالعقد النموذجي ديالي، سالت الكونترا، صافي عطيني الكونترا، مكتري تيكري دار تسالي المده ديالو تيخرج، صافي، وين هادو؟ انا نفس الحديث نفس الحديث، مشي لعند هادو هادو. انا باقي لهاد الساعه ما وصلتش، انا دابا انا سالات لي الكونترا، انا اللي عندي معاه الكونترا تحول من دارو، انا ما عرفتوش فين كاين دابا، مشيت صيفط ليه عون قضائي، صيفط ليه ببريد المضمون ما جبرتوش، الفلوس هو كيخلصني في الكونت، ويني باش نشوفه هو نعرفه فين كاين ما لقيتوش، فين غتلقيه في لادريس؟ فين غتلقيه؟ انا مواطن عادي ما عرفتش، انت دابا عرفتي هاد النقطة، واحد اخر مسكين ما قاريش، انا مازال عارف شوية، واحد اخر ما عارفش، اش يدير؟ مشينا لعند المدام محزون هنا قالت لك سيدي اضعف الحوايج اللي غدير، سيروا دعي سيروا للمحكمه، وانت شنو المقام ديالك انا سيدتي؟ الا ما تنصفيني انت اللي مسؤوله على هذا القطاع، هذا انت مسؤوله على هذا القطاع، نصفينا انت باش حنا رسالتنا توصل، الا ما نصفتيناش انت وانت اللي مسؤوله على هذا القطاع، لمن غادي لمن غنمشيو حنا؟ لمن؟ سعاده الوالي، سعاده العامل، سعاده الكاتب العام، وسيده ام حزون حيت هي ما خلينا ما درنا، راه كاين شكايه في ولايه الامن، كاين شكايه في عند العامل ديال اونفا، كاين شكايه هنا في العماله، كاين شكايه في المحكمه، كاين كلشي وراقينا محطوطين في جميع الادارات، وين شكون اختي اللي غادي ينفذ ليك؟ شكون اختي اللي غادي يوقف معاك؟ مع الفئه المستضعفه، هما اش تيقولوا؟ تيقول انا ماشي مسألة معاق، أنا معاق حسن منه، دماغي حسن منه، كاين معاقين اللي دكاترة، كاين معاقين اللي ما عرفت فين واصلين بالقراية ديالهم. هذه حالة استثنائية، أنا ما كنتفرق ماشي كنوجه الكلام، أنا ما كنتفرق معاك بوالو غير بهنا. قدرتي تكوني أحسن مني هنا،
ونقدر نكون انا احسن منك بهنا، اما هادو كنتساواو. هذا هذه من عند الله مرحبا بها، وكاين اللي كتجيك سيده مرحبا بك، كاين اللي كيكون صحيح حتى تيطيح، هذا هو حالنا، حتى واحد ما كيخرج سالم منها. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.